السلام عليكم. اليوم نرجع إلى ملعب براقي لنقف عند تحذيرات داخل الحرم تاع الملعب. حول الملعب نشوف فيه وضع اللافتات الأخيرة تاع الشان، وكذلك بالمناسبة أريد أن أؤكد واحد النقطة مهمة، هي أنه لأن كثير من المتابعين تاع القناة يطرحوا لي السؤال تاع قضية الألواح الإلكترونية. نزيد نأكد ونوضح أنه الفيدرالية الجزائرية كرة القدم عندها اتفاقية مع شركة كندور، وهي واحدة من الرعاة تاع الألعاب الإفريقية هذه، اللي سوف تمول كل ملاعب نتاع الشان باللوحات الإلكترونية اللي شفناها في عنابة. إذا كل ملاعب براقي ولا تيزي وزو ولا وهران ولا أي ملعب يكون فيه لوحات إشهارية إلكترونية من إنتاج شركة كوندور اللي نعرفها. إذا لا داعي للخوف من هذه النقطة هذه. إحنا حبينا لو كان زاد داروا لوحات إشهارية ما بين مدرجات، عالية، تكون عالية خاصة في ملعب تيزي وزو اللي فيه زوج خطوط الصفراء حول الملعب، ممكن تكون فيه لوحات إشهارية في المدرجات، مش في على أرضية حول أرضية الميدان، لكن تقدر تكون في المدرجات لوحات إشهارية جي هايلة. وبدون ما تكون لوحات إشهارية، احنا ماذا بينا تكون فيه خطوط تاع لولاد، تعللات اللي نقدر نستعمل فيها ديكورات بلات خطوط ضوئية بلات حول الملعب تعطي إضافة جمالية أكيدة. نترككم مع هذا الفيديو، تكملوا الصور هذه الرائعة، والسلام عليكم.